نحن اليوم بنقول لك الحمد لله على السلامة، رجعتي من بيروت، بنعرف هلا فترة استراحة ما بعد المسلسلات، خبرينا كيف عم تقضيها بالسفر، شو عم تعملي أكتر شيء؟ والله هو أنا مشكلة ما بعرف ارتاح كتير هلا. كان عندي مسرحية بعد ما خلصت مسلسل بقطر، سويناها وقدمناها على مسرح كتارة، يعني مسرحية كانت حلوة كتير. وحالياً عم صور برنامج له علاقة بالتغذية وبالرياضة، شغلة من اختصاص يعني، وعم نمارس الأمومة. في أحلى من الأمومة الله يخليك تسلمي. خبرينا اليوم نحن بفعالية خيرية وبتحمل اسم الشاعر الكبير نزار قباني الخالد بذكرياتنا وبوجداننا، شو خصوصية هاي الفعالية بالنسبة لإلك؟ فعالية بصراحة إلى واقع كتير حلو على قلبي، لأنه حسيت رجعنا للأيام الحلوة، للجمعات الحلوة اللي عشناها وكنا نعيشها قبل الأزمة. حلو هيك نعيش روح الشام الحقيقية بناسة، بأجواء، بالصوت الحلو، بالكلمات الحلوة، وخاصة اللي بتتوج بكلمات الشاعر الكبير المرحوم أستاذ نزار قباني. ما في حدا فينا بمراهقته إلا وحفظ شيء لنزار قباني ورافقه، شو أول شعر حفظتي لنزار قباني بتتذكر؟ هلأ بصراحة ما عاد أتذكر شو حفظت، يعني أنا بحفظ، يعني أنا بحب أقرأ، بس ما بصراحة لا بحفظ أغاني ولا كتير أشعار بتعلق بذهني، بس أنا بشكل عام بحب كتير أستاذ نزار قباني، وأنا أساساً يعني وقت كنت أول بداياتي ما عم بتعلم العربي، يعني أنا حبيت اللغة العربية من وراء الشعر، لأنه الشعر والموسيقى والأغاني العربية لهم واقع حلو كتير على الأذن، وخاصة وقت بلشت هيك أقرأ بأشعار أستاذ نزار قباني فحبيت اللغة أكثر، يعني لحتى صرت أنا أكتب خواطر. اليوم بعد رمضان كيف تابعتي أصداء مسلسل صبايا؟ قديش كنتي راضية عنه؟ هلأ المسلسل عمل ترند، وضمن الظروف الصعبة اللي نحن صورناها، يعني مرق علينا كتير قصص صعبة من زلازل ومشاكل تانية، يعني أنه كتر خير الله أنه نحن عملنا شيء حلو وقدرنا نعمل هيك ابتسامة، نزرع ابتسامة على وجوه الناس، يعني هيدا كانت الشيء الحلو، أنه نحن نكون خفاف وظراف ونرسم ابتسامة على وجوه الناس. ممكن يكون في صبايا سبعة؟ ما بعرف والله، يعني هو صراحة في شركة إنتاج إذا بتقرر أنه يعملوا صبايا معناتها حيكون في صبايا. استمري معنا. هلا ليكي، أنا بحب شخصية ميديا وبحب مسلسل صبايا، وبصور هو كعمل ناجح يعني، فأكيد يعني أنه إذا الله هيك عيشنا وكنا موجودين بقوتنا أكيد، لأنه مسلسل صبايا بحاجة كتير لتعب، يمكن الناس بتشوفه من برا بتشوفه خفيف، بس هو كمسلسل متعب جدا على الممثل، يعني إن كان من ناحية التواجد الطويل، إن كان من ناحية اللبس، ومن كان من ناحية التبديل، ومن ناحية حتى كأداء، أنه أنت تحافظ على شخصية بنوع معين وبرتم معين كمان ما نستهل. شو أكتر مسلسل حبيتي برمضان تابعتي هاي السنة؟ هلا أنا بصراحة ما قدرت أشوف كل المسلسلات، بس تابعت الزند، حبيته كتير، كان يعني خطوة كتير حلوة لأستاذ تيم حسن بعد الهيبة، عمل عن جد يعني مدك شوك للعالم بشخصية مختلفة. تابعت مسلسل مشترك للموت، كمان حبيته كتير. تابعت شوي نار بالنار، حبيت الفكرة بس ما كان في مجال أنه تابعه، بس هلأ بدي أرجع تابعه لأنه مبين عليه مسلسل كتير مهم يعني، والعربجي أكيد شفت منه كتير. جني اسمي الله يخليك، تسلمي.